نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا واخر فقراتنا النهاردة مع حضراتكم شوية فن، وبيسعدنا ان احنا يكون معانا المطرب محمد سلام. صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير على كل المشاهدين. يا اهلا وسهلا. ومعانا كمان عازف الاورج الاستاذ اشرف عبد الوهاب. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. اهلا بكم معانا منورينا، واحنا دايما بنحب كده نختم بالحاجة الفنية، فعايزين نسمع منكم على طول بعد كده نتكلم. هتسمعونا ايه؟ هنقول حلوين من يومنا الفنان سيد المكاوي. هايل، اتفضل. علينا غالي،
على عمره هيتنسى حلوين من يومنا بصراحة. أغاني الزمن الجميل دي يعني كلنا بنحبها، بعتقد إنه يعني الناس كلها ما بتسمعها تلاقي نفسك بتدندن مبسوط، الحالة المزاجية اتحسنت. هيك بتحب تغني دايما القديم؟ والله هو القديم ما فيش أحسن منه في كل حاجة. في غناء، في كلماته، تحس إن الزمن الجميل يعني القديم ده كان ناس فعلا رايقة بتكتب كلام بيعبر عن الحب، حتى كلام الحب نفسه كان فيه رقي بصراحة. رقي. الكلام الوطني كان فيه رقي، كل حاجة غير النهاردة يعني. على ذكر الكلام الوطني الحقيقة أنا عايزة أقول وأقدم تحية لكل القائمين على منظومة التربية والتعليم، وأنا جاية في الطريق أنا يعني تأخرت شوية بس كنت معدية من جنب مدرسة حكومية وكانوا مشغلين أغاني وطنية الصبح، والولاد متفاعلين جدا ومبسوطين جدا وسعداء جدا. كانت مدرسة غالبا اعدادي بنات، والبنات كلها واقفة يعني عندهم حماسة كده. والله احنا لازم، احنا كنا واحنا صغيرين كنا بنتربى على الحتة دي، السلام الوطني وتحية العلم، وما فيش طالب ما ينفعش يروح المدرسة الصبح وما يحضرش الطابور، دي كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا. طبعا. فاحنا الموسيقى اتربينا عليها، سيدة ام كلثوم طبعا، عبد الحليم، فريد الاطرش، عبد الوهاب. انما الموسيقى دلوقتي اختلفت، في طبعا في بعض النماذج الجميله ومطربين على الساحه كويسين، وفي بعض الحاجات اللي بتتنسي على طول يعني بتتنسي يعني لك عمر طويل او بتعيش زمن طويل. انما كل القديم في الاذن، ومهما قلتيه وعدت عليه سنوات هتلاقي فيه حتى ناس من الشباب بتحبه. طبعا استاذ اشرف، يعني الاورج ده آلة ممكن تغني عن فرقة متكاملة زي ما احنا شايفين، هو فيها كل الحاجات. التكنولوجي دخل في بالظبط. تأثير التكنولوجي بقى على الآلة دي وعلى الطرب بوجه عام، يعني هي لها جوانب جيدة جدا لكن لها برضه جوانب سلبية. كلام سليم جدا، هي زي ما ليها جوانب حلوة فليها جوانب برضه موتت شوية حاجات لايف، يعني الواحد حتى مهما يعزف بيبقى حزين على الحاجات اللايف اللي هي. طب هتدينا كده يعني مثل عملي زي على تأثير التكنولوجيا مثلا. يعني تأثير التكنولوجيا يعني مثلا لو دخلنا على لو جملة موسيقية عادية ودخلنا عليها مثلا إفكتات معينة. طبعا بحاول اقربه، بحاول اقربه المسافات قوي يعني بس. مشغول في
ممكن جيتار، ممكن قانون. تيالي اللي عنده موهبه الغناء او موهبه العزف الموسيقي ومتخصص مش ممكن ابدا يمر بحالات اكتئاب او زهق او ملل او لا ازاي بس ده انت يعني متضايق هتعزف حاجه كده وتغني عليها. الفنان دايما هو اكتر واحد متاثر باي حاجه حواليه. ايوه عنده يعني احساس مرهف ولكن عنده السبل اللي يقدر ان هو يتغلب عن الاحساس ده. بدليل ان احنا لما بنيجي ننزل شغل يعني بيبقى عندي حفلات مثلا او انا واشرف بيبقى كده ممكن عندي مشكله ما بنتخانق حاله وفاه حاجات زي ظروف اي مشكله بنتغاضى عن ده كله. بس اول ما بتدخل في مود خلاص. الفن والغنى بتلاقي نفسك خلاص الشعور الوحش راح. ده اثباتا انه الفن بيعالج مشاكل كتيره جدا في المجتمع. طبعا ده في علاج دلوقتي بالموسيقى طبعا يعني في حاجات الروحانيات ديت في علاج دلوقتي بالموسيقى. يعني الفنانين ربنا حباهم بقدرتهم على التعبير عن اللي جواهم. في ناس ما بتقدرش تعبر لكن بالزبط. الفنان برشته او العازف بقالته او المطرب بصوته كل ده ربنا سبحانه وتعالى وهبكم القدره على التعبير عن مشاكلكم او احلامكم او اوانيكم بشكل فني فده جميل. هي اول مره هي نعمه يعني الحمد لله نعمه عند ربنا. طيب نسمع بقى مقطوعه من حضرتك تاني كده نقول حاجه برده كلاسيكيات كده.
دقايق عاوزين نستثمرهم في اغنيه سريعه نسمع فيها تاني بقى استاذ اشرف مع المحمد. ماشي يا حبيبتي. احنا نخلينا في القديم صح؟ اه فخورين بجيشنا وبالعمليات اللي بتحصل في سيناء 2018. ربنا معاهم وينصرهم يا رب. امين يا رب. انصرهم دايما يا رب. وانا سعيد يعني بوجودي معاكم النهارده وشكرا لكل الساده المشاهدين. شكرا ليكم. شكرا حضراتكم نورتونا النهارده. وصلنا لاخر فقراتنا مع حضراتكم في مصر جميله، وان شاء الله بكره اللقاء هيتجدد. ولكن اسمحوا لنا يعني يا ريت كل الساده المشاهدين، انتم ملاحظين ان الجو اختلف وكان في كمان تحذيرات من الارصاد الجويه ان الاسبوع الجاي اللي ابتداءه النهارده هيكون برد جدا ودرجات الحراره هتنخفض، هيبقى في امطار في خلال يوم الاثنين والثلاث. فاعتقد انه مهم جدا ان الساده المشاهدين والساده المواطنين ياخدوا بالهم، خاصه اللي عندهم ولاد صغيرين وكبار السن. نشكر حضراتكم وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد ومصر. Thank you.